الجهوي لوزارة السياحة سيد ممثل نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية السيدة رئيسة مصلحة تجارة التراث الثقافي والدراسي السادة المسؤولين عن القطاعات الحكومية من الصناعة التقليدية قطاع الثقافة. كعادتها منذ بداية تأسيسها الجمعية كتنظم لقاءات سنوية في إطار نشاطها كذلك السنوي، وهذه السنة نظرا للتراكمات التي عرفها التراث المادي بإنزكان قامت الجمعية ندوة تحت عنوان إنزكان المؤهلات الثقافية ودورها في التنمية السياحية، والعرض كان يعني خيما. من طبيعة الحال نشكر كل من ساعد من قريب ومن بعيد منذ 2005 بدءا بجمعية نادي الصحفة، ثم آنذاك جمعية مالك بن أنا، جمعية قسيمة للتضامن الاجتماعي بعملة إنزكانية ملون، ثم كذلك بعد ذلك تحرك المجتمع المدني بكثرة وأسس جمعية بإنزكان سميت بجمعية اتحاد إكسيمان إنزكان التنمية والتراث، التي ناضل المنتمون إليها من المكتب والمخرطين. ومن طبيعة الحال المكتب يعني تنفيذ مقررات الجمع العام ديال هذا الإطار، كذلك الاقتراحات ديال المكتب، وصلنا إلى النتيجة المرضية وهي يعني اتخاذ قرار من طرف وزارة الثقافة يعني ونشر بجريدة رسمية باعتبار القصبة من إعداد التراث. نحن نأمل هناك بنايات أخرى ليس فقط القصبة وعندها التاريخ وهي تشكل ذاك الحية لمنطقة ليس فقط إنزكان، ولكن نأمل إن شاء الله وبعون الله سبحانه وتعالى إنزكان فيها المغارات وفيها اللقبية وفيها ما اتفق الله مسائل تاريخية أراد الله لها أن تكون كذلك. قالنا إنزكان بحاجة إلى حاجة استقطابية وش حاجة منتوج جديد بكر يعني بالعناية بالثقافة المادية، والمادة إنزكان يتخلوا بالثقافة والعمالة ككل إنزكان مليون يتخلوا بالثقافة المادية والمعنوية. ومن هذا المنبر نوجه رسالتنا للسيد عامل عمالة إنزكان نيت مليون، هذه المبادرة التي اتخذها بجمع الشمل كافة المتداخلين أن تعطي أكلها في المستقبل القريب. يعني القصبة هذه نبدأ بالقصبة بحاجة إلى شركاء، وفي علمنا ونظر تتبعنا على أنه عقدت لقاءات حول هذه القصبة إن شاء الله، ويعني المجتمع المدني ليس فقط إنزكان لأن قسيمة مسكينة، لأن هذه البنية كانت قيادة أو رئاسات قبيلة قسيمة مسكينة منذ القرن الماضي. إذا يعني نحن نريد يعني أن تعرف النور تكون فيه المسائل التي يتمنى المجتمع المدني، وأن لا تحيد القصبة عما أريد لها من طرف المجتمع المدني مشاريع ذات صلة بثقافة من طبيعة الحال السياحة، لأن العمل عمل فيه خير الدنيا وخير الآخرة في المتحف كذا إلى آخره، وفي يعني إذا كان المشاريع يكون فيها طل وظائف المباشرة وغير المباشرة والمداخل ليس فقط لجماعة الترابية نزكا ولكن مجلس العملاء ومجلس الجهة، وعني بغينا المتدخلين كل شيء من الجماعة اللي كاينة في نزكا وحتى المجلس الجهة، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة التجارة، وزارة الصناعة التقليدية. أنا نزكا فيه ما يزيد على تقريبا 900 وش حاجة دارت الخياصين التقليديين، خلي عليكم مارين أخرى مارين العرعار نزكا يزخروا يعني إنزكان. أنا كنهضر سواء على إنزكان ولا على عملات إنزكان مليون، لأنه جزء لا يتجزأ، ويعني إذا الحمل الثقيل توزعته الوف القومي هان على الرقاب، وشكرا.